بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. نرحب بحضراتكم في مستهل هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. باسمكم جميعا نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ صالح، ونحن في هذا الشهر الفضيل المبارك يتبادر إلى الذهن بعض من الوقفات مع الصائمين، فلعلكم تتحدثون في مستهله بالنسبة للمرأة كيف تستغل شهر رمضان المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالمرأة كالرجل تستغل شهر رمضان بالطاعة وذكر الله عز وجل، تلاوة القرآن، صلاة التراويح، صلاة التهجد من آخر الليل إذا تيسر لها ذلك، فهي مثل الرجل تماما، وتكثر من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والصدقات إذا استطاعت أن تتصدق في هذا الشهر، فهي تستغل هذا الشهر كما يستغله الرجال تماما. وعليها أن تتجنب ما يفعله كثير من النساء في هذا الزمان من التبرج بالزينة والخروج للأسواق والسهر الليل بغير فائدة، خروج إلى الحفلات أو إلى بيوت الأفراح أو غير ذلك، فتضيع وقتها وقد ترتكب شيئا من المنكرات، أو تخالط من يفعلون المنكرات ولا تنكر عليهم. فعليها أن تحفظ وقتها وأن تحفظ نفسها في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان لأن الإثم أشد. نعم. حفظكم الله وبارك الله فيكم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فضيلة الشيخ، لو تفسير أو شرح مختصر لهذا الحديث. هذا حديث عظيم يبين فيه صلى الله عليه وسلم فضائل هذا الشهر وفضل الصيام، وأن الصيام ليس مجرد ترك الطعام والشراب، وإنما الصيام أيضا ترك المعاصي من النظر الحرام والسماع المحرم والكلام المحرم، فإنه يجتنب هذه الأمور لئلا تخل بصيامه وتجرح صيامه. وإن كانت محرمة في سائر الأوقات، لكن مع تحريمها في سائر الأوقات وتأثيمها فإنها أيضا تؤثر على صيامه، فربما لا يبقى له أجر. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان يحبس لسانه عن الكلام البذيء، حتى ولو تكلم عليه أحد بكلام بذيء فإنه لا يرد عليه بالمثل، كمن سابه أو شاتمه فلا يرد عليه بالمثل بل يصمت عن الرد لأنه صائم، ويعلن ويقول: إني صائم إني صائم، من أجل أن يذكر نفسه ويذكر الذي اعتدى عليه من أجل أن يكف عنه. ثم بين صلى الله عليه وسلم فضل الصيام، وأن نفس الصائم
أطيب عند الله من ريح المسك، نفس الصائم الذي فيه رائحة الخلوف وهو الرائحة الكريهة عند الناس، وذلك بسبب خلو معدة الصائم من الطعام يخرج منها أبخرة تكون مكروهة في مشام الناس، لكنها محبوبة عند الله لأنها ناتجة عن أثر طاعة الله عز وجل، فهي عند الله أطيب من ريح المسك. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصائم له فرحتان فرحهما، فرحة عند فطره بما أباح الله له من الطعام والشراب الذي كان ممنوعا منه، وهذا الفرح طبيعي في الإنسان، فإن النفس إذا كانت ممنوعة من الأكل والشرب مدة ثم أبيح لها ذلك وهي محتاجة إليه لا شك أنها تفرح بذلك، ولكن عليها أن تشكر الله عز وجل الذي رزقها هذا الرزق، وذاقت ألم الفراق ثم أذن لها بتناوله تشكر الله عز وجل على هذه النعمة. الفرحة الثانية عند لقاء ربه، وذلك بما يجده عند الله من ثواب الصائمين، فإن الصائمين يمتازون يوم القيامة عن غيرهم بالثواب، فيدخلون من باب من أبواب الجنة مخصص للصائمين يقال له الريان، يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه غيرهم، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، حينئذ يفرحون بهذا الثواب العظيم. نعم، حفظكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم. هناك بعض الشباب اعتادوا الفطر في رمضان وقد تابوا ولله الحمد الآن، فما كفارة ذلك خاصة وأنهم لا يعلمون كم هي الأيام التي أفطروا فيها؟ الإفطار في نهار رمضان من غير عذر شرعي كبيرة خطيرة من كبائر الذنوب، لأن صوم رمضان أحد أركان الإسلام، فيجب على من أفطر من غير عذر أن يتوب إلى الله عز وجل. أما من أفطر لغير عذر فإنه مرخص، من أفطر لعذر شرعي فإنه مرخص لذلك، وذلك كالمريض والمسافر، وعلى الجميع من أفطر لعذر من أفطر لغير عذر عليهم جميعا أن يقضوا عدد الأيام التي أفطروها مع التوبة إلى الله إذا أفطروا من غير عذر، وإذا كان الإفطار بجماع فإنه يجب عليهم مع ذلك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكين. نعم، حفظكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيها الأخوة الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من أحكام الصيام مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على أمل أن نتواصل معكم في حلقة الغد بإذن الله تعالى، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم الصيام والقيام ويتقبله منا جميعا. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.